بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يقام برعاية ملكية سامية تحت عنوان دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي، وتستضيفه مملكة البحرين على مدار يومين. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى على تكليف معاليه بافتتاح أعمال هذا المؤتمر نيابة عن جلالته، مؤكدا أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر المهم يعكس ما يوليه جلالته من حرص واهتمام بالملف الإسكاني الذي يعد واحدا من أهم المحاور التي تتصدر سلم الأولويات في الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. كما رحب معاليه بضيوف المؤتمر من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية والشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في الدراسات الاقتصادية السكانية والعقارية، متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين. كما أعرب معاليه أن يتحقق لهذا المؤتمر من خلال محاوره وأوراق العمل والمناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي النجاح المأمول، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة وتطوير السياسات الإسكانية العربية. وقال معاليه: يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بكوننا دولة ذات سجل إسكاني حافل بالإنجاز، وأن لدينا سياسات إسكانية متطورة تهدف إلى توفير العيش الكريم واللائق بالمواطن البحريني، كما أن مملكة البحرين من الدول السباقة على مستوى المنطقة في عقد الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات المنضوية تحته لتلعب دورا مكملا لدور الحكومة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضح معاليه أن البحرين ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في سبعينيات القرن الماضي ولكونها جزءا من المنظومة العربية والدولية كانت ولا تزال تدعم كافة الجهود التي تكفل حق الإنسان في السكن، لما لهذا الأمر من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية على البشرية جمعاء، والمساهمة في وضع الحلول الملائمة لمواجهة التحديات الطارئة كنقص الموارد والمساحات الجغرافية وارتفاع تكاليف البناء وغيرها. وخلال حفل الافتتاح ألقى سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان كلمة قال فيها: انعقاد المؤتمر في مملكة البحرين هذا العام يمثل أهمية ذات قيمة مضافة يأتي في مقدمتها أن ملف السكن الاجتماعي بالمملكة يتصدر أولويات اهتمام القيادة والحكومة والمواطنين، كما أن توقيت عقده يتزامن مع فترة تشهد فيها المملكة حراكا إسكانيا نوعيا على أكثر من صعيد. We'll be right back.
كل إنسان في السكن اللائق هو حقه في أن ينعم بما هو أكثر من مجرد 4 جدران وسقف يضمه ومن معه. فالمسكن الملائم عدالة منصفة لكل من يريد الحفاظ على حياته وعناية جانبها الشخصي، للانطلاق بثقة نحو وجهات أعماله وإمضاء طموحاته على الوجه الذي يريد. هناك تحديات اثنين. التحدي الأول هو زيادة الطلب أو تنامي الطلب على الخدمات الإسكانية بشكل كبير، ليس في البحرين إنما في العالم كله. وهناك أيضا البيئة الاقتصادية التي تتطلب أن تنعقد هذه المؤتمرات لتبادل خبرات والاطلاع على التجارب وصياغة سياسات جديدة للخدمات الإسكانية. مؤتمر الإسكان العربي الخامس جاء ليستعرض أبرز مستجدات قطاع الإسكان والتعمير، مازجا بين دور القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتقديم التمويل المناسب لكل مستفيد يطمح في امتلاك سكنه الاجتماعي الخاص. الجهد التي تبذله الدول أصبح إشكالية في ميزانية الدول، لأن الطلب يتزايد والنمو السكاني يتزايد. كيف نوجد الآن هذا المؤتمر يعالج الإشكالية هذه؟ كيف نوجد أساليب تمويل جديدة؟ إشراك القطاع الخاص، إشراك الصناديق، إشراك البنوك من أجل توفير السكن الاجتماعي لائق للمواطن بتكلفة أقل ولكن لائق، يعني بشكل مريح بكل الخدمات، وفي نفس الوقت يجد بدائل للتمويل. عرض نماذج الدول وطرح الأفكار والأساليب الجديرة بتوسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل سكن مستدام، جزئية هامة منحها المؤتمر مساحة وافية ليتسنى للمعنيين الخروج بتوصيات تكون كفيلة في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الإسكانية. ودي مناسبة للتبادل التجارب ونستخرج العبرة من تجربة كل بلد. احنا بالفعل عندنا متدخل، عندنا فاعل عمومي والذراع العملياتي لسياسة الدولة خصوصا فيما يخص السكن الاجتماعي ومحاربة مختلف أشكال السكن غير اللائق. حجم المشكلة بيؤدي إلى طريقة التفكير في الحلول، وزي ما كنا بنقول جوه في الحلقة النقاشية ان مشكلة الاسكان في عالمنا العربي مش محتاجة علاج هنلاقيه في الصيدلية on shelf. احنا محتاجين دواء بنركبه لانه بيختلف مركباته من دولة لدولة وفقا للحالة. الحالة المصرية على سبيل المثال فيها محدد قوي جدا ألا وهو محدد الحجم اللي بنواجهه، بيخرج المشكلة من كونها مشكلة إسكان فقط إلى إن هي مشكلة مجتمعات عمرانية محتاجة تتواجد بشكل كبير. نحاول أن نجد الوسائل والطرق اللي يمكن أن يعني تساعدنا في توفير السكن الملائم والبسيط وغير المكلف بالنسبة للمواطنين، اللي يعني يحاول كل مواطن الحصول على المسكن اللائق. إن تأمين الخدمة الإسكانية بمواصفات عصرية متطورة يعد مؤشرا حميدا يعكس لباقة أي دولة في توفير الحياة المعيشية الرغيدة لمواطنيها، لإيمانها المحكم وبعمق توجهها الثابت بحتمية وضرورة تقديم المتطلبات الأساسية التي يعتبر السكن واحدا منها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.